السلام عليكم اخواني اخواتي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ معاكم اخوكم بضاري. اليوم بتكلم عن اشياء قامضه بموضوع الحارج، بموضوع ارتجاع المريء. انا مسولف عنه بحلقه كامله. طبعا اليوم قلت بسولف عن الحارج وارتجاع المريء، وفي اشياء قامضه انا ما سولفت عنها بالحلقه هذه، راح نتكلم عنها. اول شيء انا اليوم مصور في هالمكان عشان شاري نافوره جديده. قاعد تشوف النافوره ولا؟ فنفس ما قلنا الموضوع اليوم بتكلم عنه. انزين شوفوا النافورة حلوة. انزين ليش قاعد يصير فينا حارج وارتجاع مريء؟ حمض المعدة انت عندك مو قوي. وايد ناس يعتقدون اللي في حارج وارتجاع مريء عبوله يحرض حمض المعدة قوي. لا، هذا من رداته. ليش من رداته؟ لان حمض المعدة مو قوي، لما يصعد يحوش المريء يطوف، مفروض المريء يسكر اذا كان حمض معدتك قوي. احسن شوف الحلقة مالت ارتجاع مريء والحموضة. اوكي راح نكمل. ركز معي هنا. اذا كان عندك حارج او ارتجاع مريء، زين، اذا كان عندك حارج او ارتجاع مريء، البروتين والحديد ما راح ينهضم. البروتين الحديد ماكو، سلام عليكم. زين شنو العلامات اللي تحس البروتين الحديد ما انهضم؟ عضلاتك ما تكبر لان البروتين ما يتكسر، حلو. وبعد شنو الحديد؟ زين شنو علاماته؟ بروده بطرافك، بطرافك تساقط بالشعر. وبعد شنو فيه؟ بسرعة تتعب. لحظة خلينا نشيل هذه. صدق تعبت، ما يشفيني، وايد اتعب لما اقوم بسرعة، احس بدوخة. مثلا لما اشيل النافورة الحلوة، مثلا واحدة بيشيل نافورتهم حلوة، مثلا بشيل النافورة اوف تعبت. هذه العلامات، وفي علامات وايد 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 كثيرة، ولكن من اهم العلامات ان العضلات ما تكبر والشعر يتساقط والهالات السوداء. الجسم شنو يبي؟ والناس اللي عندهم ونه بالاذن، حجي ما عندك حديد، خلصني ما عندك حديد. طبعا تروح المستشفى يعطونك اشياء ما لها علاقه بالحديد، مجرد ما توفر الحديد حق جسمك هذه الونه تروح. ولكن بشرط، ليش انت فيك ونه؟ فيك التهاب وماكو حديد. الالتهاب يبي يروح، شنو يبي؟ يبي اكسجين، والاكسجين وين موجود؟ بالدم. والدم شنو يبي؟ يبي حديد. شوف اخر شيء راح نرجع حديد 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 حديد. واخر عن الالتهابات، شنو الاشياء اللي تسوي التهابات؟ عاد انا قايل السكريات، الكربوهيدرات العاليه. الحين صار عندك التهاب، متى الونه تبلش؟ قلل الحديد. شلون ادري ان جسمي ما في حديد؟ العلامات اللي انا ذكرت لك اياها. زين الحل بضاري، شنو نسوي؟ نقوي حمض المعده. لازم نخلي حمض المعده قوي، راح يختفي الحارج، راح يختفي ارتجاع المريء. هني انت فولت حديد والعلامات هذه طول بالك. انزين خلينا نتكلم عن اشياء تسبب لك خراب بحمض المعده، تخرب حمض المعده. مثل شنو يا جماعه؟ الاكل متكرر 24 ساعه، واحد قاعد ياكل. انت لما تاكل قصبا عليها الافرازات مالت المعده تفرز لك حمض معده. زين خلها تفرز عاد على وجبه كبيره، على وجبه فيها لحم عشان يتكسر البروتين والحديد اللي موجود. لا، 24 ساعة قاعد تاكل والجماعة قاعد يفرزون حمض 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 طول الوقت. يعني نفترض من الصبح انت قاعد تمزمز، كل شوي تاكل كل شوي تاكل، جيت عند وجبة الغداء انت استهلكت الحموضة مالت افراز المعدة، استهلكته. فلما تيجي تاكل الوجبة الجسم يقول اوه عاد احنا كنا على شغلات بسيطة، الوجبة هذه ما نقدر صراحة نوفر لها حمض معدة قوي عشان نكسر الوجبة. فعساس شي راح يضعف عندك. وايضا السكريات، وايضا الكربوهيدرات العالية، وايضا العلج، وايضا بعد شيشه الكترون اللي فيها نكهات، انت قاعد تقص على الجسم تقول لا افرز لي. عرفت؟ هذه الاشياء تخرب حمض المعده. يا جماعه شوفوا الظلم اللي قاعد يصير بالجسم، ركز. شخص عنده ارتجاع وحموضه، يعني شنو معناته؟ حمض معدتك مو قليل، فالحمض يصعد يدش داخل المريء. المريء ما يسكر لان المريء يسكر على حمض معده قوي فيخليه، فهني يحوشك الحارج والحرقه وما شنو. شنو تسوي؟ بعض الاشخاص يروح الصيدليه والمستشفى ياخذ حبوب مضاده للحموضه، النكسيوم وغيره، في انواع وايد. هذه الحبوب شنو تسوي؟ شوف، طول ما هو قليل حمض المعده تقلله زياده. هو قليل يعني قبل كان يكسر بعض البروتينات شويه، الحين ما يكسر ولا شيء. ريحك هني، شوف الله، تصدق ارتحت والله. هني شنو قاعد يصير؟ انت خربت بيئه المعده، المعده حمضيه، انت خليتها قلويه. وهني طبعا دش اقرا من مسببات حق امراض السرطان بالمعدة. ليش؟ لانك انت غيرت البيئه مالتها. خطر حبوب الحموضه، الله يخليكم واخروا عنها، الله يخليكم. لاحظ اللي ياخذون حبوب
لاحظ الاشخاص اللي ياخذون حبوب بالنكسيوم وغيره، اتحداك لاحظهم، حالات سوداء هني، اماكن متبقعه نفس لون الشوله اسود، وبعد شنو كله ما له خلق، شعره يتساقط كله بروده بالاطراف، ساعات تحوشه ونه بالاذن. شنو تبي اكثر من كذي؟ بس تبي ترتاح هني والباقي الجسم بالعنته خلاص يموت؟ لا الله يخليك انتبه. زين فضالي العلاج شنو؟ العلاج طبعا سهل، نقوي حمض المعده. زين شلون نقوي حمض المعده؟ نوخر عن السكريات الكربوهيدرات العاليه، ننام عدل، سولفت من قبل شويه، والاكل متكرر، لا خليك ثلاث وجبات او وجبتين باليوم عشان يقوى حمض المعده. وبعد شنو نسوي؟ نبي ملعقه خل التفاح العضوي على كوب ماي وتشربها بعود بيبسي، وبعد خمسة ايام من يقل الحرج والارتجاع تدخل الزنك. ليش؟ لان الزنك يقوي حمض المعده. كذي احنا خلصنا. زين فرضا شخص عنده تقرحات، لا ما ياخذ خل التفاح، انتبه. الشخص اللي عنده تقرحات بالمريء، اوكي؟ شنو نسوي اذا دخلنا حمض المعده؟ شوفوا ركزوا، المعده حمضيه والمريء قلوي. اذا دخلنا شغلات حمضيه على المريء راح يحترق اكثر وراح يدش بمشاكل اكثر. شنو نسوي؟ ما ندخل خل التفاح. لمده اسبوع نشرب شاي عكسوس او تمر هندي مرتين باليوم، ونجيب اوراق الملفوف ورقتين كذي كبار، نطبخهم ونحطهم على الستيم يصيرون لينين، ونطقهم بالخلاط عليهم شوي عصره ليمون، اوكي، وملح الهملايا شويه، نخلطهم ونشرب مرتين باليوم صبح وليل، وعرقسوس تمر هندي عرقسوس. بعد سبعة ايام تقرحات كلها مع السلامه. من تخلص تدش على خل التفاح على اساس احنا راح نضمن ان التقرحات هذه كلها تسكرت. عرفت شلون؟ نافوره شوفوها اخواني اخواتي، راح نيجي عند صلب الموضوع. شفت الفيديو هذا كله؟ ترى بس عشان هالنقطه هذه، فاللي شاف الفيديو نصه راح تطوفه. ركزوا معي، انا قلت المقدمه هذه كلها طويله عشان اللي يشوف الفيديو او اول مره يدش علي ما يتخربط يكون ماشي. يا جماعه نفترض شخص يالي، اوكي، قال لي انا عندي حموضه وارتجاع مريء. اول سؤال اساله، تذكرون؟ عندك تساقط؟ عندك بروده بالاطراف؟ عندك ونه بالاذن؟ تتعب بسرعه؟ تخيلوا الشخص هذا قال لي لا ما عندي تساقط وما عندي وما عندي وما عندي، يعني معناته الحديد قاعد يتكسر 100%، ولكن ليش الحموضه وارتجاع المريء للحين مو راضي تروح منه؟ السر هني يا جماعه. يا جماعه هذه المعده صح؟ المعده فيها صمام مال المريء وفيها صمام تحت، حلو؟ هذه عضله، منو مسؤول عن العضله هذه اللي تسكر وتبطل تسكر وتبطل؟ فيتامين دال يا جماعه، فيتامين دال هو مسؤول عن، فيتامين دال يا جماعه مسؤول عن كل العضلات بجسمك، كل العضلات. هذا الشخص حمض معدته قوي، اموره طيبه، ولكن العضله مالت المريء ومال الفتحه اللي تحت مو راضي تتسكر، من المسؤول عنهم؟ فيتامين دال يا جماعه. وتبي تزيد بعد تقويهم اكثر؟ دخل المغنيسيوم السترات 400 قبل النوم. فيتامين دال تاخذ لك 1000 وحده دوليه او 5000 يوم ترك، مع وجبه يكون فيها دهون، تكون مثلا الغداء او مثلا تكون ريوق ومعاها زبده، لان فيتامين دال يلصق عن طريق الدهون. وبعدها راح تلاحظ نفسك الحارج والارتجاع راح يقل. هني شنو تيجي ببالك على طول؟ ان الجماعه الصمامات هذول قووا. خلصنا، فشنو الافضل؟ تاخذ هذول كلهم مع فيتامين دال، امورك طيبه راح تصير. اتفقنا؟ سهل، في شيء صعب؟ يا جماعة في شيء قامض وضيق الخلق، شنو هو؟ الكورتيزول إذا ارتفع يخلي حمض المعدة يفرز. أوه يعني شنو؟ يعني أنا معصب الحين، هذا أقول لك شو؟ احترم 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 نفسك، لا تكلمني شيء، احترم نفسك، شو ايش قلت؟ ايش قلت؟ في أمك خير عيدها. شفتوا هذا؟ حمض المعدة يفرز، زين ماكو أكل والله فرز، فلما تيته بتاكل خلصت أنت حمض المعدة. طول بالك، خل مزاجك زين. اعطيك طريقه، خذ لك مثلا اشواغندا، روديولا روزيا، ماكروت، وزيد عليهم شنو؟ يبلك نافوره، يبلك نافوره. الله شوف الحين حمض معدتي قاعد يصير قوي قوي، راح الحرج. ابي مزاجك يصير زين ومخك كبر راسك، اشياء ما تسوى بالحياه لا تضيق خلقك عليها. اتفقنا؟ واشوفهم على خير، وخلكم مع فضالي، مع السلامه.